وعدناكم في الأسبوع الماضي أننا سوف في الأسبوع القادم نستضيف عندنا في البرنامج رجل مارس السحر جزءا من عمره، جزءا من حياته، رجل ورث السحر أبا عن جد، رجل عاش في بلاد السحر ليس بمستنكر عندهم، السحر اسمه العلاج والكرامات، والشعوذة قدرات يعطيها الله عز وجل لأناس صالحين. من الصالحون؟ هم السحرة. حقيقة هذا الساحر، حياة هذا الساحر، كيف كان يعيش هذا الساحر مع زوجته وأولاده، كيف ورث السحر، كيف تعلمه، كيف مارسه، كيف بدأ أول خطوات هذا السحر، ثم كيف تخلص من هذا السحر وعاش الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة بعد أن تاب إلى الله عز وجل من هذا السحر. معنا في الاستديو الشيخ داود بن محمد فرحان من دولة اليمن الشقيقة. حياك الله شيخ داود معنا في هذه الحلقة. حياك الله وسلمك. طبعا شيخنا الحلقة قصيرة جدا والساعة تمضي مثل ما يقولون الناس مثل 5 دقائق، ساعتنا ساعة صراحة. احنا هنا شيخ ما في حدود عندنا، تكلم بما تشاء. شيخ قبل ما نبدأ، كيف بدأت بالسحر ومن أين جئت بالسحر؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا ما جئت إلى هذا المكان لكي أفتي أو أقرر أشياء، وإنما جئت لكي أوضح وأبين للناس خطورة هذه الشريحة الفاسدة. حقيقة أنا ورثت هذه الشغلة عن والدي، أسأل من الله له الرحمة والمغفرة، منذ نعومة أظافر وأنا في العام الأول من العمر، وأنا رضيع كانت تأتيني الشياطين فتصيبني ببعض المس أو الصرع. فبعد فترة أتى الوالد ثم أخبرت الوالدة بما يحدث، فوهبني كي أرثه في شغلته الذي يمارسها. كما قال: وهبت ولدي خدام أو شيل الله يا باهوت. فمرت علي سنين ولا أصب أي أذى بعد ذلك، حتى توفى الوالد وعمري في 14 سنة. طيب شيخ، إذا المرحلة الأولى كنت رضيعا. نعم. وأبوك كان يمارس السحر. نعم. فلما كنت تصرع وأنت طفل رضيع وأمك اشتكت إلى أبيك هذه الحال، والدك وهبك للشياطين. وهبني بعدها الشياطين. لم تصرع. لن أصرع. إلى أن ظللت إلى فترة المراهقة حيث توفي أبوك. توفي الوالد وعاد عمري ما قد وصل سن المراهقة، يمكن قبل ما أوصل سن المراهقة يمكن 2 أو 3 سنوات. فال3 سنوات مرت علي، يعني كانت تحصل بعض الأعمال التي يعني يتغير فيها وضعي في الحياة، ولكن ما كان دخلت في عمقها كما بدأت من 14 وفوق. في بداية المشوار كانت تحصل لي بعض المفاجآت أو بعض الحالات أني ألتقي ببعض الشخصيات أي الإناث من الشياطين التي تتلبس بشخصيات يعني إنسية. فهذه طريقة لإغوائي وإدراجي في عمل المعصية والهذا من بداية العمل. يعني شيخ أنت كنت تشوف فتيات؟ نعم. لكن هم شياطين في الحقيقة؟ شياطين متلبسين. نعم. كنت تشوفهم برا البيت داخل البيت؟ في الخلوات طبعا، في الأماكن البعيدة عن البيت، يعني مثل الغابات اللي نقول عندنا في البلاد، غابات في اليمن. فبدأت أحب هذه الأماكن وحبيت أتنقل إليها أكثر وأكثر. فبداية المشوار أو الخروج من الحياة الحقيقية هو في بعض الليالي وأنا أجي في الليل من أحد الأماكن البعيدة من القرية، فتحصلت في طريق على دابة. الدابة هذه كانت مربوطة في أحد الأشجار وبجوار هذه الشجرة بيت، فظنيت أن أحد الشباب أجا ليمارس نفس ما أنا أمارسه في هذه الأماكن، فأردت أن أخذ عليه الدابة لكي أتوصل عليها إلى القرية حقي، المسافة بعيدة. فتمكنت من ذلك وأخذت الدابة في بعض الطريق، والمكان وعر كذا شوية، مش بصعب عليها أنها تطلع، ولكن يعني الأمر لهناك. فوقفت لن ترضي تمشي في المكان، فضربتها بالعصا يعني في رقبتها ضربتين. الثالثة لفتت علي وقالت: أتحسبني دابة حتى تضربني؟ بصوت امرأة. تكلمت: أتحسبني دابة حتى تضربني؟ كم عمرك كنت؟ يعني عمري في هذه الأيام في 15 سنة. 15 سنة. طبعا أنا خفت خوف شديد، فأردت أن أضربها الضربة الثالثة بالعصا،
انخفضت من تحتي وضاعت، اختفت، فقدت الوعي. انت فقدت الوعي؟ فقدت الوعي لمدة 3 سنوات وانا فقد الوعي. كنت عندما يرجع علي لا يعني احساسي او الشعور يعني امسك عقلي كذا يعني، وانا في قفص يعني داخل البيت، يعني محبوس في مكان داخل البيت علي السلاسل والحديد. من اللي وضع لك سلاسل؟ يعني الوالدة سنقطت ببعض الأقارب فأخذوني إلى البيت وضعوا علي الحديد على أساس أن أنا ما أخرج، ولعل هذا المكان ظهر في قناة المجد سابقا. فعندما كانت الوالدة تأتي إلي كنت أستعطفها في بعض الأحيان تفك لي حتى أخرج أشم هواء وشمس وكذا، وفي بعض الأوقات كنت أخرج في الليل، إذا خرجت في الليل ضعت عليها ولكني أوعدها وأرجع على وعدي على اساس انه ثاني مره تسهل لي العمليه. بعد 3 سنوات الان تجاوزنا 3 سنوات من فقدان الوعي. لا نحن في هذا في هذه المرحله يعني مرحله اني كنت اخرج في الليل اكل الخبائث والميته واتابع بعد الحالات هذه، وانا في 3 سنوات هذه خلال هذه. من يطلب منك تاكل الخبائث والميتات؟ بدون شعور يعني، كنت اذا تحصلت على هذه الحاجات يعني كنت اتصارع مع الكلاب وغيرها حتى اني افترسها يعني اكلها. فارجع الى عند الوالده خلاص يعني قدر مرتاح، وهذه كانت يعني وجبة تتقدم للشياطين في كل ليلة إذا تمكن لذلك، كل ليلة يعني يتحصلون على وجبة. حيوانات الميتة والجيف؟ أي حاجة، أي جيفة، أي حاجة، لأنه يعني من ألذ الوجبات كانت الميتة وأكل الكلاب من هذه الحالات. فبعد هذه 3 سنوات طبعا خرجت من البيت لا إرادة، ما أدري، ما شعرت بنفسي لو أنا في بعض المناطق في منطقة الحديدة في منطقة زبيد. جلست هناك 3 أيام ثم اتجهت إلى يفرس. يفرس في محافظة تعز. مكثت في مسجد من المساجد أكثر من 15 يوم. ثم جاء قيم المسجد وقال بورك فيك، هذه كرامة أبوك. طبعا ما قال هذه شعوذة ولا قال هذه شيء، وإنما قال هذه كرامة أبوك. إذن يسمون السحر والشعوذة كرامة؟ كرامة، وإنها هي كرامة روحانية، وإنها هي يعني سيكون لي خدام وسيكون لي يعني شأن عظيم في هذا المجال. فاتجهت نحو البلاد بعدها مباشرة بافتخار إن أنا سأكون ذو كلمة وسأكون محبوب بين الناس وسأكون يعني كما أوهموني، وحقيقة ليست بمحبة وليست بسعادة ما يعني أنخرط كثير من البداية. ثم وصلت إلى البلاد وقد أخبروني بمكان الكتب والمسبحة والخاتم. أي كتب شيخ هذه؟ كان عندي كتاب المندل وشمس المعارف والجفر. طيب كتب تعليم السحر هذه؟ إيه، من أكبر الكتب السحرية. لمن كانت هذه الكتب؟ هذه كانت حق الوالد. والوالد وارثها من؟ الوالد اشتراها حصلا بعض الناس، لأنه جدي ما كان منخرط في هذا المجال. نعم، الوالد تحصل عليها من بعض الناس وتعلم فيها السحر. وتعلم فيها السحر ودخل فيها. فالحمد لله قلت لك يعني بعد ما رجعت من البلاد يعني من يفرس هذا أخبروني بالمكان، فروحت أخبرت الوالدة عن الكتاب والكل، فقالت إن الوالد قد أتلف كل شيء قبل موته. ولكني ضحكت وقلت لا يا والدة لا تخفي علي، وإنما هم موجودين في المكان الفلاني. أنت أخبرتها في المكان؟ أيوة. فهي عرفت إن أنا قد زرت المكان هذا، أي قد سرت إلى المكان هذا، ولن تحب أن أكون في هذا المكان، لأن كانت تنكر العمل هذا على الوالد، وما كانت تحب أن يكون ولدها يعني في نفس المجال. بعد هذا كله الحمد لله قلت لك حصلت على الكتب؟ مسكت الكتب أخذتها. عفوا، كتب مع إيش؟ كتب مع خاتم ومسبحة. كتب وخاتم ومسبحة. نعم، لإيهام الناس أن الرجل صالح المسبحة. يعني هذا الخاتم كان دائما معي في قفص، يعني في علبة، ولازم يكون مجاوره العطر والبخور والكل، يعني رايحة طيبة لازم تكون معطرة. المسبحة لازم تتغسل بالعطر يعني مع كل ما أقوم بأي عمل لازم تحصل يعني على أساس إيش؟ تظهر الرائحة الطيبة وتظهر عمل الناس بالطيب. وحصلت شيخ على الكتب، حصلت على الكتب التي كان أبوك قد أخفاها أو أمك قد أخفتها عنك حتى لا تتعلم السحر. طيب استأذنك شيخ الآن، عندنا فاصل ثم نعود مرة ثانية. إخواني أخواتي، طبعا الآن هذه قصة حقيقية ليست من نسج الخيال. الشيخ سوف يستمر الآن يخبرنا كيف كان يمارس السحر نفسه، وما هي الكرامات التي يزعمون أنها كرامات تجري على أيدي السحرة وهي شعوذة في الحقيقة، وما حقيقة الخدام، وهل هم خدام لبعض الناس أو هم شياطين والجن أصلا من صنف الشياطين؟ ما حقيقة هذا الأمر؟ ما الذي حصل مع الشيخ؟ كيف انتقل من مرحلة إلى مرحلة؟ كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد.
إخواني أخواتي، القضية ليست فقط قصة كما ذكرت لكم، لكن حتى يعرف الناس هذا الساحر الذي نذهب إليه علشان نعالج ولدنا أو بنتنا ويطلب منا اسم الأم أو يعطينا طلاسم أو يقول خلوا ولدكم يعتزل الماء شهر كامل أو أنه يجلس في غرفة لوحده أو يذبح حيوان بصفة كذا وكذا، هؤلاء كلهم سحرة بلا شك في هذا. والأخ الذي معنا اليوم يبي يبين لنا شنو المراحل التي يمر فيها الساحر، وماذا وما هي علاقته بدين الله جل وعلا. الشيخ ذكر اليوم كانت تسمى كرامات، وكان يتصور أمام الناس بأنه رجل صالح، وكان يجلس في مسجد كما يوهمون للناس، ولكن انظروا ما الذي فعله بعد هذا. تفضل شيخ، الآن أنت حصلت على الكتب. حصلت على الكتب فبدأت أقرأ بعض الطلاسم كما يعني كما هو مشروط فيها بالعدد أو بالأرقام، حتى توصلت إلى مرحلة حضور الروحاني الكبير الذي يقولون عليه، اللي هو الشيطان. الذي هو الشيطان، وإنما قال هو روحاني، يعني روحاني عظيم يعني عليه من الوقار ومن يعني المنظر الذي يحب فيه حقيقة. وشفت شيخ بعينك؟ رأيت وهو واقف أمامي، نعم، يعني متلبس بتلبسة يعني هيبة جدا، يعني أبيض عليه الشعر الأبيض والثياب البيضاء. ثم طلب مني يعني ماذا طلبي منه؟ فطلبت منه تسخير بعض الخدام أو بعض الروحانيين لخدمتي، فانصرف عني. ثم رجعت إلى قراءة بعض الطلاسم الأخرى الذي هي بعد هذا كله، فوصلت لي مجموعة من الخدام الذي قد أرسلهم إلي وبدأت تسخيرهم. قد أرسلهم إلي على أساس أنه يعني أكون في حوار معهم، يعني في ماذا سأستخدمهم، يعني لأنه في خدام علويين كما يقولون وفي خدام سفليين. الآن يسمونه يا شيخ التابع، احنا عندنا أحيانا يسمونه الأجواد، يسمونهم بعض الأسماء، والروحانيين مثل ما تفضلت. إيه أنت إيه، كل أسماء شياطين. كل أسماء شياطين ما فيها شيء. فرجعت أقرأ باسم صمصيائيل وطهطهائيل الذي يقولون أنهم أشقاء لعزرائيل وإبرائيل وميكائيل وغيره، يقول هم أشقائهم وليسوا منهم بشيء وإنما هم شياطين. طيب عفوا شيخ، أنت الآن بدأت بقراءة طلاسم وقرأت هذه الكتب وخلاص، وبدأت بالمرحلة الحقيقية الآن. بدأت في المرحلة الحقيقية الذي هي أول الشروط هي الخلوة. الخلوة، الخلوة في مكان بعيد عن أنظار الناس، بعيد عن أنظار الناس، وفي نفس الوقت يعني لا يحس الناس بما يحصل مع الساحر في هذه الخلوة. فأنا نفذ كهذه الشروط الذي هي الخلوة، فذهبت إلى بعض المغارات فوصلت إلى هذا المكان، فطلب مني الاحتذاء بالقرآن الكريم. إيش يعني الاحتذاء بالقرآن الكريم؟ يعني مصحف يشق نصفين من صورة الكهف، يشق هذا المصحف نصفين، يوضع كل نصف في قدم من الأقدام، أعوذ بالله، ثم يعني يمشي عليه. المصحف الآخر يقطع أوراق ويفرش في المكان الذي فيه الخلوة، يفرش لأجل تمارس عليه الرذيلة وتوضع عليه بعض النجاسات والقذرات. من الذي طلب منك هذا؟ هذا يعني طلبوا مني يعني الروحانيين الذي يقولون عليهم وهم الشياطين. أنك تدوس على المصحف في حذائك؟ نعم، تدوس عليه وتوضع عليه القذرات وتبول عليه، يعني الله يكرمك، يعني ريقة الماء تريق 40 يوما. طبعا تجتنب الماء، لا تغتسل إذا أرقت الماء أو تأذيت أو شيء، لا تتوضأ، لا تغتسل أبدا، لا وضوء ولا استنجاء ولا غسل. 40 يوم، 40 صباح، وتدوس على المصحف. وتدوس على المصحف 40 صباح. وأنا في هذا المكان في هذه الخلوة بعد 40 يوم، يعني خرجت من هذا المكان، الله يكرمك، الكلب يمكن له رائحة أحسن من رائحتي، من ما فيني من النجاسات وما فيني من القاذورات وما فيني من الوسخ. فهذا كانت يعني أهم يعني متطلباتهم. يعني الشروط الأخرى هو أني لا أدخل في مجالس الذكر، لا أجلس مع الناس الصالحين، لا أقرأ القرآن يعني بقراءة حقيقية، يعني وإنما سمح لي بقراءة بعض الآيات القرآنية لخداع الناس فقط أمامهم. كيف هذه؟ يعني عندما يأتي المريض إلي، طبعا أنا إذا لم أكن أقرأ القرآن أمام الناس أو أصلي أمام الناس ما حد بيأتي إلي، بيقولون هذا كافر وما يأتون إلي، ولكن أحببهم إلي أن أنا أقرأ القرآن. تتظاهر بأنك وأصلي. تقرأ القرآن إيه؟ وأنت تدوس عليه، تتظاهر أنك تصلي. نعم. وأنت غير طهارة. وأنا سويت ما يخرج الإنسان من الملة بالمرة. ففي بعض الأوقات لما أمشي مع بعض الناس في الشارع أسمع الأذان في المسجد أخش معهم المسجد،
مضطرا لان الناس يشوفونك. ايه يقولون انت متوضا، اقول لهم الحمد لله انا ما خرجت لو صليت ركعتين الضحى وما كنت صليتها ولا اي حاجه، اكون على جنابه، اكون على نجاسه، وادخل معهم المسجد على اساس اصلي. طيب شيخ انت قلت تعالج الناس، هل كنت تمارس العلاج يعني؟ كنت اوهم الناس اني اعالجهم وانا اضرهم. ما في حاجه معالجه اسمها. انسان يذهب الى عند انسان زي هذا زي ما كنت اقصد يعني ما يطلب منه علاج. وكيف يعالج الناس وهو بحاجه الى علاج هو نفسه. طيب تقرا القران لما ياتي المريض؟ كنت اقرا القران، اقرا بعض الايات القرانيه. ثم ادخل في عمليه الشرك. مثلا اقرا في بعض الايات القرانيه زي ما اقرا ايه الاخلاص مثلا على المريض، ثم ادخل ايش؟ يا ملب الهاتفين، يا سراج الصالحين، يا كذا، يعني بعض الاسماء اقوم بدعوتها، ثم ادعي الطهطائل والصصائل لتسخير الخدام الاخرين باعانتي على هذا العمل. طيب شيخ الكهانه والعرافه، في ناس تاتي المعالج يقول انت شنو فيه بدون ما يقرا، بدون ما يسال اصلا، ويعرف اسمه احيانا، يحصل معك هذا؟ نعم هذا حصل معي، لانه الشياطين الذي عندي تاخذ المعلومات من المريض، من قرين، من قرين المريض، الشيطان قرينه، لانه كل انسان وله قرين من الشياطين. فتاخذ المعلومات هذه كلها من قرين المريض. مثلا انت تاتيني من الكويت الى اليمن، مجرد ما توصل عندي اهلا بفلان بفلان، ابشرك باسمك، انت تعرفني؟ اقول لك نعم انا اعرفك. كيف يعني؟ ما اعرف اسمك وانا لي كرامه وانا لي كذا؟ انا لي خدام روحانيين. انت جيت تسال عن المرض كذا كذا. اي نعم. او تسال عن الحاجه الفلانيه كذا. نعم، مثلا عندك بايعه او عندك شيء هلك او عندك شيء، اخبرك. انا لا اعلم الغيب، ولكن انت تتوهم اني اعلم الغيب. ولكني علمتها عن طريق الشيطان. الشياطين طبعا تقوم بهذه المهمه ولها خدمات ولها يعني ثمن، لازم ادفع ثمن هذا. طيب شيخ، في بعض الناس الان ياتي الى المعالج اللي هو الساحر نفسه، يطلب منه يذبح مثلا شاة سوداء او ديك صفته كذا وكذا، واحيانا ياخذ دمه ويلطخه في كذا مثلا الدم، واحيانا يطلب منه بعض الطلبات الغريبه، ليش هذه الطلبات؟ اولا المساله ليست بنوع القربة الذي يتقرب بها الانسان الى الشيطان، ليست بنوعيتها، وانما يعني من باب ان يوهموا انه ما ستنفعه الا الحاجه الفلانيه. العله في هذا كله هو الاشراك. ان يذبح هذا الشيء لغير الله سبحانه وتعالى. الكفر. القصه مش بعينه الذبيحه الذي تذبح. القصه لمن تقدم. القصه لمن تقدم هذه الذبيحه. هل هي لله؟ لا. هل الشياطين تطلب الصفه الفلانيه؟ ولا قد تطلب الشياطين مثلا، يعني الشيطان قد يقول للخدم حقه هذا ان يطلب الشيء هذا. لاني اكثر ما تحب الشياطين اللون الاسود. اللون الاسود هي اكثر ما تحبه الشياطين. يقول له مثلا راس من الغنم اسود على شعره. ما في بياض، ما في حمار، ما في صفار. يعني اسود، او ديك اسود. او ثور من البقر اسود. هذا اذا شاف رجال مرتاح كذا. ايه طيب شيخ، كنت تمارس بعض انواع من الشعوذه. كنت مارس بعض، والناس تظن انها كرامات. هي كرامات. مثل ما يحصل بعض الناس يظن هذا الشيخ الفلاني وهذا السيد الفلاني عنده كرامات. وشوف ايش انواع الشعوذه اللي كنت تمارسها، يعني بعض انواعها. والله من باب الاسترهاب للناس مثلا، الذي يظنون الناس انها هي كرامات من الله سبحانه وتعالى وليست بكرامات، وانما هي يعني باعمال شيطانيه. لما ياتي المريض فاقوم بمعالجته، اوهم الناس اني اقوم مثلا اتوضا في الحمام الله يكرمك، وارجع اصلي لله على ركعتين. بالعكس، انا لا ادخل اتطهر، وانما ادخل اتنجس في الحمام. والناس تظن انك توضيت. والناس تظن اني دخلت للطهاره، وانا دخلت للنجاسه. قد امارس اشياء في الحمام يعني تزود النجاسه. فاخرج امام الناس، اوقف على السجاده واصلي. كنت على غير طهاره اصلا. اول شيء اقول لهم الله اكبر. بعدها ما يعلمون ايش اقول في نفسي. وهي كلها أدعية بعض الأشياء، توسلات إلى الشيطان، قربات. عجيب. ثم أسجد إلى الشيطان عندما ينتصب أمامي كذا، وأسجد إليه. ترى؟ أرى. يعني قد يتمثل أمامي كذا زي الكلب أو زي القرد أو زي الخنزير أو كذا. وتسجد له. فأسجد وهو أمامي. فأنتهي من هذا كله، فأقوم أطلع الخنجر، الخنجر اليمني معروف الجنبية. أوهم الناس أن أنا إيش؟ أخدم بها. أدور على المريض وأدعي الله في البداية. عشان الناس تطمئن لي. يقول ما شاء الله على قيام وعلى سجود وعلى ركوع، يعني رجل صالح. فعندما يشوفون الرعشه في جسدي يقولون الكرامه جات. الكرامه وصلت.
وهي التلبسة الشيطانية في هذا الوقت، فأقوم أوهم الناس أن يدخل الجنبية في جسمي. تضع الجنبية يعني أضرب الجنبية، أضرب الجنبية بأيدي الثنتين وأجي أضرب عليها بحجر أو بشيء حتى تدخل، حتى توصل حد المسكة حقها، حد المسكة داخل البطن. ما هي بداخل البطن أصلا، والناس تشوفها بس داخل البطن. أنا تأتيني تلبسة شيطانية، تلبسة أي وقاء شيطاني يكون من المكان هذا مثلا إلى تحت السرة، فأنا أضرب في الجنبية في هذا الشيء. إذا هذا اللي نشوفه أحيانا في الأفلام وبعض الصور، الشيش اللي يضرب الخنجر والسيف وكل الشياطين، كل خيال، كل خيال، تعامل مع الشياطين كل خيالية، مش كرامات مثل ما يصورون الناس. كرامات؟ ما فيش كرامات من هذه. نعم أنا لو تدخل الإبرة تخرجني وأموت فيها. نعم نعم. ولكن يا أخي أنا أقول لك أنه لا يقع في هذا إلا ضعف الإيمان، لا يصدقون لهذا الشيء إلا ضعف الإيمان. أنا في حادثة حدثت علي من بعض الإخوان الملتزمين جزاهم الله خير، أنا في البداية كان خصمي ولكن الآن قد هو حبيبي. يعني دخل علي وأنا في أثناء الخدمة هذه الذي أنا أضرب بالجنبية في جسدي، فمجرد ما فتح الباب قرأ قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، مجرد ما فتح الباب أنفلتت مني الشياطين، الله تركت الشياطين لحالي. وين راح؟ إيش مصيري؟ ارتقمت على الأرض، دخلت الجنبية في بطني. أوف، دخلت حقيقة. دخلت الجنبية حقيقة في بطني. الله المستعان. فقاموا الناس أسعفوني المستشفى. 3 شهور وأنا أعاني من هذا الألم، لأنه خرجت 3 خروق وليس خروق واحد. يعني وصلت إلى مكان نهائي من قوة الضربة الذي أضربها أمام الناس. فقط ذكر آية الكرسي. آية الكرسي. طارت الشياطين. طارت الشياطين. الله أكبر. والولد يعني طبعا هو ما صارحني الا بعد ما تعهد ثانويه ذحين بعد التوبه. نعم. وقال لي انا قرات قوله قول الله سبحانه وتعالى كذا الله لا اله الا هو. طبعا لان الله عز وجل يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيف. فهو اجى بسلاح دمر كل شيء. وهي كلمه خفيفه ولكنها عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، اعظم وثقيله على الشيطان. صدقت صدقت. والناس ما تدري ايش اللي صار. الناس ما تنتبه اصلا. فانا رجعت تعذرت يعني ومن سوء الحظ الذي ما خلاني اشتبت، يعني كان تكفيني هذه، ولكن من سوء الحظ ان المراه هذه جت لها الدوره الشهريه، جت لها الدوره الشهريه في نفس الوقت. فقلت لهم طبعا الشيطان حبرتني، فقلت لهم المراه جت لها الدوره الشهريه. فقالوا كيف هي صلت المغرب والعشاء وقمت تشغلها، كيف جاتها الدوره؟ قلت اسالوها وانا في المستشفى. فسألوا قالت نعم حسيت بالخضار، أي حست بشيء خرج مني في لحظة ضرب الجنبية. لماذا؟ لأجل أني لا أعتقد أنها هي آية الكرسي. نعم نعم، حتى تصرف قضية آية الكرسي فقلت الدورة. أيوة. هي كانت السبب. أيوة أنا طبعا أنا تأكدت من هذا في البداية، كنت أقول ما هي إلا الدورة وليست آية الكرسي، ولم أظن في الرجال هكا شيء. ولكن بعد فترة تأكد لي هذا. ليش؟ بعد التوبة كنت أقرأ القرآن فيختفي عني كل شيء، تذهب الشياطين وتذهب الشياطين. طبعا مجرد ما تأتي بحوار معي وكذا أقوم على القرآن تذهب مني. والعكس صحيح، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو له قرين. طيب شيخ نكمل إن شاء الله، لكن إخواني أخواتي كيف انتقل شيخ داود إلى المرحلة اللي ما بعد التوبة، وكيف عانى في مرحلة التوبة، وكيف عاش حياته بعد التوبة؟ هذا ما سوف نعلمه، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. من جديد ما نبي ناخذ وقت الشيخ داود، لكن للعلم أيها الأخوة والأخوات ترى عندنا ألعاب في المكتبات تباع، وفي بعض أماكن ألعاب الأطفال، ألعاب للأطفال تعلمهم السحر وبداية السحر، ألعاب أوراق هذه أكثر الأولاد يعرفونها، جندي ملك الشياطين، بطاقة السحر، وإله الحب العظيم، وإله الميت ليكا، وهذه كلها أدوات للسحر وآلهة غير الله عز وجل تباع ألعاب للأطفال. وللعلم أيضا أن هناك كتب عندنا تباع للأسف في الكويت، في بعض الدول، دول الخليج والدول العربية تعلم الناس السحر. الكفر بالله العظيم يباع الآن عندنا وتسهل أموره، ومثل ما قلت لكم في الأسبوع الماضي إحنا في الكويت ما عندنا قانون يجرب السحر، مصيبة. شفتوا الكفر بالله، شفت الشعوذة إلى درجة تصل، شفت الرجل بعد أن هداه الله كيف يتكلم عن السحر. اسأل مثل ما يقول مجرب ولا تسأل طبيب، اسأل الرجل الذي مارس الأمر أكثر مني ومن أي إنسان ثاني. للأسف ما عندنا أي قانون يعني يجرم السحر، إلا إذا كان في أموال يعتبر نصب واحتيال حاله كحال غيرها من أعمال النصب والاحتيال. معنا اتصال. ألو 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 ألو. نعم، من معنا؟ ألو
الو معنا اتصال؟ الو الو نعم معكم فرج. ام فرج تفضلي انت على الهواء تفضلي. يا هلا فيك. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخوي نبيل بغيت اسال عن في موضوعي اليوم وانا يعني اشتغل في البيت. ايه؟ شفت شغله يم غرفه الخدم مثل خيط ومعلق عليه رصاصه مقضوبه ومدخله داخل الخيط وفيها بعد هم مثل تشيس اسود صغير من خرجه يعني وداخل تشيس اعتقد ورقه انا ما فتيته صراحه خف. فما ادري هل هذا نوع من السحر او نوع من اليوامع اللي يحطونها يخافون على نفسهم. ما ادري شلون اتصرف فيه ليش هو عندي. طيب. وانا ما ادري شلون راح اتصرف فيه. طيب طيب. وفي شغله ثانيه الله يعافيك. تفضلي. انا يعني بنتي دائما بالليل بغرفتي بالذات صغيرة عمرها سنتين. نعم. طول الليل ما تنام نهائي نهائي بيت وصيح. نعم. لما اوديها عند خواتي او عند اهلي. نعم. بيت ثاني تنام بشكل غير طبيعي هادي هادي درجة غير طبيعية. طيب طيب. ما ادري يعني هل من هذا السحر او احد مسوي شيء في غرفتي ما ادري. طيب اختي انا اعذريني اختي مفرج لان الحلقة جدا قصيرة وهذه الأمور قد تحتاج إلى معالجة لبنتك سواء معالجة نفسية أو عند بعض القراء اللي يقرؤون بالقرآن الكريم قد تحتاجين إلى هذا أكثر من وجودك معنا في الحلقة. لكن أخت أم فرج تذكر عن وجود بعض الخيوط أو العقد. شكرا جزيلا على اتصالك أم فرج. تذكر عن بعض الخيوط والعقد وأحيانا نلقى بعض الخرزات وأحيانا بعض المعالجين يعطي طلاسم وأرقام وشنو قصة هذه الأشياء شيخ؟ يعني كلها تتعلق بالسحر بالنسبة للعقود ومع عقود والخيوط هذه المربطة والكل هذه ربطات سحرية كلها. واسم الطلاسم هذه لا توجد في لا في الكتاب ولا في السنة أن الإنسان يعالج بهذه الطلاسم ولا توجد الطلاسم هذه إلا في الكتب السحرية. في كلام غريب أحيانا نفتح بعض الطلاسم كلام مفهوم إيش هذا الكلام؟ كلام غير مفهوم هو يعني بعض الأسماء للشياطين أو أرقام حتى تأتي لأنه بعض الأسماء لا تكتب إلا بالأرقام الشيطانية. أسماء شياطين وأرقام للشياطين. أسماء شياطين تكتب بالأرقام أصلاً. فهذا يعني أنا أنبه إلى الاجتناب من هذا وأحذر من عدم الذهاب إلى مثل هؤلاء الناس الذي يدورون هذا لأنهم سحر أصلاً. طيب شيخ أكثر روادك اللي كانوا يأتون إليك من هم؟ من النساء. إيش معنى؟ يعني النساء أكثر تعلقاً بالسحر والمشعوذين. ومن ضعف النساء في بعض النساء كانت تأتي إلي تريد مني الألفة بينها وبين زوجها أكثر. وللأسف الشديد يعني قد يكون لها محبة عن زوجها ويكون لها مكان عن زوجها فعندما تأتي إليه تقول لي أنا أريد يعني زوجي يحبني أكثر تخسر الحب اللي كان يحبها الأول ويضيع زوجها عليها يضيع بالمرة. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء. فكنت أوهمها أني بعملها محبة وكذا وللأسف الشديد بعض السحرة والهذا قد يشرطون شروط على بعض النساء حتى أنها ترتكب الفحشة وهذه من شروطهم يعني ترتكب الفاحشة؟ ترتكب الفاحشة على أساس أنه إيش يصلح السحر أو يبطل السحر. مثلا يقول له أنا أدخل لك سحر أخلي زوجك يبطل من كل النساء إلا أنت بس يكون عن طريقة كذا كذا أي عن طريق يعني ارتكاب الفاحشة. فهذا خطأ. الخطر الثاني كل النساء الذي يصابين كان بحالة المس أو صرع الشيطاني والكل وللأسف الشديد كان يأتين إلي من أكثرهم من الشباب بنات الصغيرات أكثرها من الشباب النساء الصغيرات أو من النساء الكبار الذي تجد فيها يعني ضعف إيمان وفي نفس الوقت افتخار بنفسها قلة علم شرعي. نعم نعم. فأكثر ما كانت تصاب هذه النساء في قاعة الحفلات في قاعة الحفلات الأفراح. نعم نعم. وفي الحمامات الله يكرمك. نعوذ بالله. أشرح هذا شيخ لو تأذن لي بس في اتصال معنا على الهواء الشيخ علي آل ياسين. الشيخ علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ علي. كيف حالكم يا شيخ نبيل؟ الله يبارك فيك الله يحفظك. أسأل المولى عز وجل يسجلكم على هذا البرنامج القيم الطف المتميز الله يحفظك. الله يجزاك خير. وأنت شيخ علي لك جهود يعني في محاربة السحر والشعوذة وتصفية القراءة الحقيقية من هذه الأمور والشعوذة. تفضل تفضل يا شيخ. الله يرزقنا إياكم الإخلاص في القول العمل. الله يبارك فيك يا شيخ علي. الله يحفظك. أسأل المولى عز وجل أن يطهر بلاد المسلمين من هؤلاء الكفرة الفجر الذين سببوا الأمراض الخطيرة التي نخرت في العقيدة قبل أن تنخر في الفرد والأسرة والمجتمع. نعم. السحر مرض عضال وداء خطير ويكمن كما اتضح لنا الآن من الطرح مع أخونا مع أخينا الشيخ داود أنه قبل أن يصيب الفرد ويصيب الأسرة ويصيب المجتمع بالفرقة بالبغضاء بالتناحر يصيب الدين يصيب العقيدة. فالسحر كما قرأ أهل العلم من نواقض الإسلام واتضح الآن أمام المشاهدين
لماذا هم من نواقض الإسلام؟ لا يتأتى إلا بالكفر برب العالمين. اتضحنا الآن كيف أن الساحر لا يعتبر ساحرا ولا يتأتى ولا يدخل في هذا الباب حتى ينجس كلام الله، يذبح للشياطين حتى يكفر برب العالمين. صراحة شيخنا أنا عارف أن وقتكم قصير وساعة حوار هي ساعة لكنها تمر أقل من دقيقة من طرفكم الجيد. لكن أنا لكلمة وقفة شيخنا الحبيب، هي ما مسألة خطيرة الآن بدأت تظهر ونسمع بها ويقول بها بعض الفضلاء، مسألة خطيرة جدا، ويحل السحر بالسحر، فك السحر بسحر مثله، فك السحر بسحر مثله، أن يذهب ذلك المريض إلى ساحر ليحل عنه السحر، مسألة خطيرة يقول بها بعض الفضلاء عملا بأحاديث إما غير صحيحة أو غير صريحة. والذي نعرفه وأفتى به العلماء الأجلاء سلفا وخلفا لا يجوز في حال من الأحوال. نعم، لأنه لا تتضح أمامنا الآن، الآن أمامنا مثل مع أخينا الشيخ داود بيّن الآن أنه ما يعالج الناس حتى يكفر، حتى يقدم التنازلات الكفرية. فإذا قررنا فك السحر بسحر نقر الكفر، حنا نعم نقر الكفر بالله. نعم، هو الآن ذكر الآن أنه ما يأتي مريض فلا تقدم له الشياطين تلك التنازلات حتى يكفر، يدخل إلى دورة أكرمكم الله يقدم التنازلات. وقد ذكرني شخصيا أنه ما يستطيع أن يعالج أي شخص حتى يصلي ركعتين يظهر له الشيطان أمامه كهيئة كلب أو خنزير فيسجد له، هو بجوارك يخبر بهذا الأمر. فلا يأتي ولا تقوم الشياطين، لماذا تقدم لنا الشياطين الخدمات؟ من نحن لسواد أعيننا؟ تريد هي مسألة واحدة أن تعبد العباد للشياطين، تريدها المصلحة أن تكفر الناس. لذلك لو تأملنا الآن قبل قليل ذكر أنه الشياطين ساعات تطلب خروف أسود أو ديك أحمر، لكن إذا أتى الرجل بديك بلون آخر أو خرب بلون آخر تقضى المصلحة. ليس الهدف هو نوع القربان، الهدف هو القربان بذات الكفر، أن يذبح لغير الله، أهم شيء أن يذبح لغير الله عز وجل. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، انظر إلى حقارة ما قدم، ذباب لكنه كفر ودخل النار. نعم، العبرة نعم. ليست بنوع القربان، العبرة بالكفر الذي يقدم. والمسألة تطول، لا يجوز أي حال من الأحوال. وأختم حتى لا أطيل وأفتح الباب حتى نستمع ونستفيد منكم حفظكم الله من الشيخ داود، أختم بكلمتين. الكلمة الأولى هي الذي يقول ويجيز حل السحر بالسحر، هذا يفتح باب القول بالتناقض في الشريعة يا شيخنا الفاضل. صدقت. لماذا؟ لأن الشرع نهانا أن نأتي إلى السحرة، من أتى ساحرا أو عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا وفي رواية ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن أتى كاهنا أو عرافا وفي رواية أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم من سأل بلا تصديق 40 ليلة لا تقبل الصلاة 40 يوما، ومن صدق فقد كفر. بل أن الشرع قال حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، فالشرع الآن يقول لك لا تذهب إلى الساحر، وإذا أتيت وسألت 40 يوما لا تقبل صلاتك، وأيضا إن صدقت فقد كفرت وخرجت من الدين. أن تقتله وأن تقيم عليه الحد ثم يقول لك اذهب إليه ما هذا التناقض؟ إذا قلنا بهذه المقالة هذا التناقض شيخ الفاضل. نعم. لذلك من يجيز حل السحر بالسحر هذا يفتح باب القول بالتناقض في شرعية الرحمن الرحيم جل جلاله. وأقول للذي يفتي، أين هم من طلوع عز وجل؟ أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أن استبدل كلام رب العالمين وهدي الرسول الأمين بخزعبلات الشياطين وما ظهر أمامنا الآن من الكفر رب العالمين؟ إن لم يكفر المريض كفر الساحر حتى تحل الشياطين ذلك السحر. وأختم بما قال للشيخ سمحت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية، قال كلمة عجيبة نجعلها والله أمامنا الآن، يقول أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ أنا أطلت وأخذت. أشكرك شيخ علي، على هذه المداخلة مهمة. لا الله يبارك فيك، مهمة طبعا. الشيخ علي جزاه الله خير هو ممن يعني يمارس محاربة السحر ويدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة، وجزاه الله خير يذكر يعني سقطات من بعض الناس ممن أجاز فك السحر بسحر وهو باطل ولا يجوز. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، فلا يجوز فك السحر بسحر مثله أبدا. وشيخ الآن لأن الوقت ضاق علينا، كيف انتقلت من هذه المرحلة إلى مرحلة الهداية؟ شنو سبب خروجك من عمل السحر؟ مسألة الانتقال أقول إنها يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعمها علي في أحد الليالي وأنا في الحديدة. في هذه الليلة مارست من الشعوذة ما مارسته، وجلبت من المال ما جلبته، ثم بعد انتهائي من العمل هذا شعرت بأني مرهق أو عندي خمولة،
فطلبت من صاحب المنزل الذي أنا عنده في بيته أن يفضي لي مكان حتى أرتاح، وكانت عجيبة لأول مرة أطلب هذا الطلب، لأني دائما أحب العمل في الليل وأحب السهر في الليل ولا أنام إلا عند يعني طلوع الشمس حق اليوم الثاني. تسهر الليل وتنام النهار. نعم. فاستغرب علي صاحب البيت واستغربوا علي الناس كلهم، وقالوا يمكن السحر في هذه المريضات يعني قوي، أرهقني وكذا. فذهبت إلى هذه الغرفة فمن الله علي بالتوبة فيها. كيف؟ في بداية الليلة، في بداية المنام، حلمت أني في قريتي في ريمة، فجاءني الموت، متك كما كل الأنفس تموت. فبعد ذلك انتقلت من كل مراحل الغسل ومراحل النقل والصلاة والدفن وكل شيء إلى داخل القبر، وكأنني أشعر أني حي. أريد أن أنادي الناس أقول لهم أنا حي، لا تدفنوني، لا تقبروني، أنا بخير، ولكن ما أستطيع أتكلم. حتى عندما وضعوني في القبر كنت أريد أصيح أتفجر، ما قدرت. وكأنهم يقولون خلصنا منه الحمد لله، يكون ميت ولا حي ادفنوا بس. وكأنهم يقولون هذه الكلمة خلصنا منه يلا ادفنوا. فبعد انصرف الناس، عفوا شيخ، إذن لي عندنا فاصل، لابد أن نأخذ فاصل ثم نرجع مرة ثانية. شنو قصة هذه الرؤية اللي تتكرر مع كثير من الناس في قصة هدايتهم وسبب توبتهم؟ ما راح نستطيع نواصل القصة إلا بعد الفاصل، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. شيخ داود، بعد أن عالج المسحور بالسحر حسب التعب نام، رأى في المنام رؤيا، وصلنا في الرؤيا شيخ داود أنك دخلت إلى القبر، ثم ماذا بعد هذا؟ دخلت إلى القبر فشعرت أني صحيت وأنا في المنام، بس يعني أني صحيت في هذا القبر، وأن أنا في مكان مظلم فيه الوحشة والضيق والظلمة. فكنت أتأمل لعلي أرى شيء أمامي أستأنس به، ما أرى أي شيء، الدنيا كلها أسود ظلام. فانتبهت إلى مكان فيه زي الناس يأتون إليه، ولكن ما هم بالناس زي ما أعرفهم، شيء عظيم، أصوات كالرعد، حتى حسيت قلبي اختلع. فخفت، فجاءوا إلي ثم أمر أن أصلي، أمروني أن أصلي. طبعا نحن اختصرنا الموضوع، أمر بي أن أصلي. فطلبت منهم المكان الذي أصلي فيه، فين أصلي، ولأول مرة يطلب مني هذا، ما صليت لله سبحانه وتعالى أبدا. فأمر بي في مكان يعني لو وضعت فيه حديد لانتهى. جاءوا إلي بقدر عظيم، قدر يسحب فيه الماء، يقول إن هو ماء للوضوء، لو طرحت فيه يعني أي يدي يمكن ما تطلع منها شيء، يعني كله بيتذوب زي الشمعة من حرارة الماء شديد، شيء يغلى على بعضه. نعم. فأردت أن أهرب، ما فين أهرب، نصبت لي يد وكأنها نحاس من الأرض كذا، فمسكتني في صدري حتى حسيت الأضلاع تكسرت، فرفعوني إلى فوق، رفعتني هذه اليد إلى فوق وتريد تعيدني في نفس القدر هذا. فصرخت من شدة الخوف، يعني حتى صحى البيت بالكامل، البيت كانوا ناموا فيه كلهم من شدة الصوت الذي خرج من الغرفة، كلهم فزعوا من البيت. الآن انتقلت الحقيقة. أيوة. فزعت، قمت من النوم. فزعت. أيه. من شدة الخوف يعني. والبيت كله استيقظ. صاحب البيت أتى على طول يبخر، أتى بالبخور زي كل عادته، يعني لما يشوفني زعلان أو غضبان وكذا يأتي بالبخور. يبخرني ويجيب العطر وذا، قلت له ما في داعي لهذا كله. أنا في مرحلة أصبحت يعني بين الخيال والحقيقة. أنا قصرت في خدمتي مع الشياطين حتى تعمل بها كذا، هذا أول ما فكرت فيه، إني قصرت في عبادتي للشيطان أو خدمتي للشيطان. سبحان الله، بس المكان هذا ما قد رأيته قبل كذا، المكان هذا لأول مرة أشوفه. أكيد أنا غلطت في شيء. بدأت أراود نفسي ثم رجعت إلى المنام، نمت ثاني مرة. فإذا أنا أمشي في مكان مرتفع وفي من تحتي زي الحفرة عميقة، وإذا أنا أرى الوالد في نفس المكان الذي كنت أنا فيه. أبوك؟ أبي. شفت أبوك في الحفر في نفس المكان الذي كنت أنا فيه، يتوضأ بنفس الماء ويصلى في نفس المكان. فلما رآني لفت علي وقال يا داود أهرب من عندك، لا تقرب، يا داود أهرب. قلت له ليش أهرب، فين أروح؟ قال اترك الباطل وامسك بالحق. الله. عاد عندك وقت للصلاة، لقراءة القرآن، لمجالسة الناس الصالحين، لدخولك المساجد، للدعاء، عاد عندك وقت للعبادة. والله الذي لا إله إلا هو،
لن يغني عني ابن علوان شيء، او ابن اول الشياطين، او الكتب التي كنت امارسها، او الكرامات التي كنت ادعي بها، لن تغني عني شيء ابدا. هذا في المنام لازم ابوك ينصحك. هذا في المنام، نصيحه من الوالد في المنام. بعدها فصحيت وعرفت ان هذه رساله من الله سبحانه وتعالى، عرفت ان هذه بدايه هدايه حقيقيه، لان الوالد وجه الي كلمات لن اسمعها من احد قبل كذا. فنويت ان اتوب، نويت لركعتين في هذه الليله اصليها لله سبحانه وتعالى. لاول مره تصلي؟ لاول مره انوي ان اصلي لله تعالى، ولكن لا بدون جدوى. سلبت مني القوه، ما استطعت اقوم من الفراش، وكانني طين، كانني طينه، ما اشعر بعظام، ما اشعر بقوه. فاستعنت بالله سبحانه وتعالى ودعيت الله سبحانه وتعالى، فقمت يعني بجهد شديد الى دورة المياه، توضأت وضوء حقيقي بعد الترويش الله يكرمك والتطهير والقرء. لأول مرة؟ لأول مرة أتطهر بنية الطهارة الحقيقية وأتوضأ للصلاة. فبعد هذا خرجت أشد نفسي بالقوة على أساس أني أصلي. فرشت السجادة واتجهت إلى الله سبحانه وتعالى بقلبي وشعوري وكل شيء. طيب، كانت أول صلاة في أول صلاة في حياتك؟ أول سجود لله سبحانه وتعالى، أول نية. طيب شيخ، لأن الوقت ضاق، أنت الآن دخلت في طريق الهداية والتوبة والصلوات، هل الشياطين آذتك بعد ما تبت إلى الله عز وجل؟ آذتني في نفس الوقت، كانت تريد تصرفني عن هذه العبادة بأنواع الحيل والرغبات الشهوية. ما آذتك في أهلك، في أولادك، في؟ لا، الحمد لله، يعني الذي جاء من الله سبحانه وتعالى خير وراضي بما جاء من الله سبحانه وتعالى، ولن أقول هي الشياطين، فقد تراوت والشياطين عدة مرات قبل أن ينتقموا مني أو من يأخذ أولادي. فالقصة أنهم يعني عرضوا علي العودة إلى العمل، السحر والشعوذة، إلى السحر والشعوذة، فرفضت أن أعود. فكنت في خيارين، يا إما أفقد أهلي وأولادي ومالي، وإلا أعود إلى الشعوذة والسحر. فالله سبحانه وتعالى ثبتني من عنده بقوة الإيمان، وأيدني بزوجتي الذي كانت عامل قوي في إعانتي. فالحمد لله انتصرت وجاهدت نفسي أولا قبل كل شيء. ثم حصل بلاء فأخذ الأولاد. كيف أخذ الأولاد؟ يعني نفس التهديد الذي هددوني به نفذ. حصل شيء الأولاد؟ هو الولد الكبير كان عمره 9 سنوات، الذي هو ضياء الدين، وعمار عمره 6 سنوات، يعني أخذوا في لحظة واحدة. كيف أخذوا؟ علمني شيخ. يعني كذا فجأة أمامي وأنا جالس في البيت أتناول بعض العادات اليمنية الذي ولقات المخزن، أنا والزوجة والكل كذا، فانتفخ الولد وهو أمامي حي ما في شيء، انتفخ زي التيوب حين ما تعبي هواء حتى تشطط الجلد حقه، تشقق الجلد، فخرجت العيون حقه. أعوذ بالله من عمام، يعني أنهم يرهبوني بذلك. ومات الولد؟ انتهى الولد والحمد لله، انتهى الولد، فأغمى علي. فبعده الولد الثاني مباشرة في نفس القصة كما كلموني الآخرين، طبعا أنا ما شاهدت ذلك. نسأل الله جميعك فيه الولد الخير، نسأل الله جميعك فيه، لأنه أغمى علي وقست أعاني من هذا الإغماء أكثر من 3 شهور وأنا أفقد الوعي. والزوجة حصل لها شيء؟ الزوجة في نهاية السنة جاءت لها نفس القصة، وهي كانت حبلة قريبة في أيام الولاد، ف يعني اختفى الجني من بطنها واسعفتها الى الحديده، ثم قالوا ما فيها شيء، ورديتها الى بعض القراء يقرا عليها، فتكلم الشيطان منها وقال انا اكلت الجني ولن اتركها حتى اكل كبدها وكبد داود، المهم شايفني الكل. وقضي على، ولكنها طلعت الى عندي وقالت لا تصدق، لا تخف، لن يعملوا شيء، سيعوضك الله خيرا مني. فالحمد لله يعني اتجهت اتجاه الطريقه الخيره، وكان بعض الاخوان جزاهم الله خير ما قصروا معي من الدعاه، مثل الاخوان في جمعيه الاحساء باسم جمعيه الفرقان في الحديده، والمشايخ في صنعاء من جمعيه الاصلاح جزاهم الله خير. طيب اقروا لي معاك شيخ، انت الان حالك افضل من قبل؟ اكيد. قارن بين حالك الان. اكيد اكيد، من اول كنت في ضيق العيش، كنت في خوف، كنت في ذل، كنت في بعد عن الله سبحانه وتعالى، كنت في بعد عن الناس الصالحين، كنت في بعد عن الطهاره وعن العباده لله سبحانه وتعالى. اما الان؟ الان انا في نعيم، أنا في جنة، أنا في راحة لا مزيد عليها. الآن التقيت يعني بالناس الذين يرشدوني إلى الله سبحانه وتعالى،
الآن أصبحوا أحبابي هم أحباب الله أحباب الرحمن. نسأل الله وأعدائي هم أعداء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتك على هذا الطريق وهذا الحق. طبعا موت أولادك ولا زوجتك أمام عينيك هذا قد يكون ابتلاء من الله عز وجل. الحمد لله وشكرا. وحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه فتنة ويبتلى المرء على قدر دينه. أسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق. إخواني وأخواتي، طبعا الوقت كنا نتمنى أن نقضي الوقت كله معاك، لكن هذه الحلقة كانت في الحقيقة رسالة إلى كل ساحر وساحرة أن يتقوا الله جل وعلا. أنا أعرف أن بعض السحرة الحين قاعد يشوفنا، وبعض الساحرات ربما قاعدين يشوفون الآن، وإلى كل من يذهب إلى السحرة أو يستعين بالسحرة أو بالساحرات أو يأتي السحر لأجل الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو العمل أو غيره، أن يتقوا الله جل وعلا. شفتوا حال الساحر وشفتوا إلى أي درجة وصل الإنسان، إلى درجة من الكفر بالله ما وصلتها حتى أمم الكفر الساحر يفعلها، أن يهين المصحف، أن يلوثه، أن يأكل الميتات، أن يسجد للشياطين، هذا حال الساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، والسحر كفر بالله العظيم، لا يجوز إتيانه بأي حال من الأحوال. نصيحة إلى كل ساحر، تب إلى الله، لا زال في العمر متسع. خونا الشيخ داود الله أنقذه برؤية أرسلها الله عز وجل إليه فأوقظت وأيقظت قلبه وصح ضميره، صح أنا في البداية، لكن الآن هو يعيش حياة سعيدة. اتخذ الخطوة الأولى، ابدأ من الآن، قل يا رب واستعن بالله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ابدأ بداية جديدة بينك وبين الله عز وجل، واستعن بالله ولا تعجز. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من ساعة صراحة. أشكر شيخنا داود فرحان شكرا جزيلا على حضوره في هذه الليلة، وسمحنا على ضيق الوقت. وأشكر شيخ علي الياسين على أيضا مداخلتي، وكل المتصلين، وأشكر كل المشاهدين والمشاهدات. نلقاكم الأسبوع القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.